طب نتوجه إلى زميلي عصام عكرماوي مراسل بي بي سي هنا في لندن. عصام مساء الخير، كيف يمكن تقييم الوضع الآن فيما يتعلق بالأعداد المتزايدة للإصابات، أعداد الوفيات والركض أو الهرولة نحو الأمام من أجل تطعيم ما ستقدر الحكومة على تطعيمه هنا في المملكة المتحدة؟ يعني كما قرأت في المقدمة توني التحذيرات من وزير الصحة ووزراء في الحكومة ومن الخبراء العلميين الطبيين الذين يقدمون استشارات للحكومة البريطانية من أن الوضع أصبح كارثيا، خاصة فيما يتعلق بالضغط على المستشفيات التي الآن تعاني من الارتفاع الكبير في عدد المصابين. معظم هذه الإصابات التي نسمع عنها الآن تعود إلى فترة أعياد الميلاد، عندما سمح للناس بلقاء بعضهم البعض بمناسبة الأعياد، لكن كما رأينا كان هناك ثمن باهظ لهذه الخطوة من أن أعداد الإصابات عادت إلى الارتفاع ووصلت إلى أرقام قياسية لم تصلها حتى في ذروة الموجة الأولى في الربيع الماضي، مما حدا بالحكومة إلى تجديد الإجراءات والحديث عن إجراءات أكثر تشددا في المستقبل. الحكومة تقول إنها ستقيد حركة الناس وتمنع الخروج من المنازل إلا الحالات الطارئة جدا، مثل التسوق أو الذهاب للطبيب أو لممارسة الرياضة محليا، لأنه هناك يعني آثار إيجابية للخروج وممارسة نوع من الرياضة، لكن غير ذلك لن يسمح بخروج الناس. وبالفعل أعطت الأوامر للشرطة يعني بمساءلة الناس إلى أين أنتم ذاهبون، وهذا أمر غريب كما تعلم في بريطانيا، حيث هذا البلد يعتمد على حرية الحركة والناس لا يحملون وثائق وما شابه ذلك. لكن هناك تحذيرات من أن الأمور وصلت إلى الذروة، وأن هناك يعني حاجة ماسة إلى تجديد هذه الإجراءات. من جهة أخرى يتم الحديث عن إعادة افتتاح أو فتح مراكز إضافية عفوا لكي تقدم التطعيم اللازم، وهناك حديث عن أكثر من 50 مركزا إضافيا، بالإضافة إلى مراكز مثل ملاعب كرة القدم وغيرها التي ستكون جاهزة لتطعيم حوالي 2 مليون شخص أسبوعيا كما تقول الحكومة. شكرا جزيلا لك زميلي عصام عكرماوي مراسل بي بي سي في لندن.